من جديد أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. وبدأت ساعتنا الثانية، قربت المفاجأة الثالثة اللي وعدتكم فيها. نرحب بالفنانة القديرة اللي ابتدت سيرتها الفنية عام 1999، وحصلت على ألقاب كثيرة بالفن، منها مملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج أروى. طبعا الفنانة أروى كثير اشتاقوا لها، وحن نقول لك يا الفنانة أروى اشتقنا لك. والله يا أروى اشتقنا لك. الله عليك وعلى هالمقدمة الحلوة، والله على جو الرياض، والله على MBC FM الرياض. حياك يا سارة وأهلا وسهلا كل اللي قاعدين يشوفونا. حياك الله فنانة أروى. قلبي فنانة أروى، تبين أنت أم نورة. نعم. في هذا اليوم كل فخر أكيد. الله يخليها لك. في هذا اليوم إيش حابة تقولين؟ أول شيء حابة أعيد كل أم أقولها كل عام وأنت بخير، وأقول لها أنت تستاهلي عيد، مش يوم واحد، تستاهلي كل يوم عيد للأم، خاصة بعد ما صرت أم وصرت عارفة إيش معنى الأمومة. والفال لك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب شوفك أحلى عروس بعدين أحلى أم أنت وكل واحدة ما صارت أم قاعدة تسمعنا. إن شاء الله إن شاء الله. الله كريم بإذن الله. طيب فنان، طبعا نعرف بس سارة حلوة وصغيرة يا جماعة، بس عشان أقول لكم ما يعرف سارة أكيد تعرفونها من على السوشيال ميديا، بس حلوة وصغيرة وهذا أنت الحلوة. والله أنت الحلوة. عارفين أروى أن عميش هذا بشطح شوي عن الأسئلة، بس خذي راحتك. أنا كانت أمنية حياتي وأنا يوم أتابع برنامج آخر من يعلم، والله كانت أمنية حياتي دائما أفكر، وأنا صغيرة طبعا كنت أصغر من كذا، كنت أناظر أقول متى يستضيفوني، كان نفسي حد يستضيفني في هذا البرنامج. صرت أنت اللي تستضيفيني. شفت كيف الزمن دار. شفت الأقدار. طبعا نعرف أنك عملتي كفنانة ومقدمة برامج. نعم. مع أن تخصصك مرة غير يا أروى. نعم بالمرة. مهندسة معمارية وعملت في شركات كثيرة في السعودية وبرا السعودية. صحيح. طيب وين لقيتي نفسك في هذا المجال؟ شوفي دائما ألاقي نفسي في أي شيء جالسة أسويه، وهذا المفروض اللي يصير عند الواحد، أنه هو ما يدخل شيء إلا ما يحس نفسه يقدر يقدم فيه شيء كويس وشيء مميز. ودائما أنسأل أنا سارة على قصة أنه أي شيء أقرب لك، فأنا قاعدة يعني سبقت عليك قبل ما تسأل. بالله أمانة ما عاد تسألوني هالسؤال أبدا، لأنه أنا دائما مؤمنة أنه الشخص إحنا نقول عليه مالتي تالنتد، اللي هو متنوع المواهب، أنه أحسن من أنه يكون بس عنده شيء واحد وخلص ويجلس ويعني يهجد. كمان الناس اللي عندها موهبة واحدة مو بغلط، أبدا مو بغلط، أكيد. بس إذا عندك كذا موهبة، يعني موهبة التصميم هذه تعتبر موهبة، الغناء كمان موهبة، التقديم كمان موهبة، فمش غلط إن الواحد يبنيهم كلهم في شخص واحد. يعني أنت يعني أفهم منك إن اللي عنده متعدد هوايات عاد يشتغل في أي هواية. لازم طيب حلو. لازم الواحد يكتشف نفسه ويجرب، يمكن الواحد ما يدري. يعني أنا ما كنت أعرف أن أنا في يوم من الأيام رح أقدم برامج مثلا، ما كان يجي في بالي أبدا. وجربت ونجحت وكملت فيها. طيب ممكن نسمع منك كذا أغنية بحلوة عيوني مناسبة هذا اليوم؟ عيوني شوفي أنا بما أنه صار لي فترة عن الرياض، رح أغني من أول الأشياء اللي نجحت فيها في الرياض. رح أقولك رح أقول لك الأغنية اللي أنا حبوني ناس فيها في أول بداياتي في الرياض. يلا. لاني محب ما في المحبة شك، لكنني لا عندي من بشكي، الله يعلم حالتي وش هي، وقلبي من الفرقة كمريشة يطير يا ضاوي إلى عشك، قل لي متى أضوي أنا عشي، مليت شفنا هذه العيشة، وقلبي من الفرقة
كما الريشة. الله الله عليك أروى، ترى أحب هذه الأغنية على فكرة، مرة أحبها، وكنت بطلبها لك لما غنيتيها. لا لا غنيتها قبل ما تطلبيها. طبعا مستمعينا مستمرين مع أروى، واللي حاب يشوفنا ويسمعنا يدخل على لايف حساب انستغرام MBC FM. فاصل بسيط وراجعين لكم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا. زمان زمان سهرتي ولعبتي وشلتي الله عليك يا أروى. زمان سهرتي ولعبتي. الله على الأغنية، ما تموت أبدا هالأغنية. أكيد أنا ترى الميوزك هذه مرة أحبها طبعا. أروى الحين نورة أول مرة تجي الرياض. أي نورة بنتي أول مرة. حكينا عن تجاربها أول مرة تجي الرياض. والله تجارب مرة صعبة. أول مرة تجي الرياض ومغرومة في الرياض، حابة جدا الرياض، يعني من أول المطار ما نزلت وهي متحمسة وأنا متحمسة لأنه أنا من كثر ما أحب السعودية وأحب الرياض، وهذا كان من زمان ودي أنها تجي وياي، بس ما صادفت الظروف. يعني جت وياي. الصدمة وين عند نورة؟ اللكنة. لأنه نورة كل العالم عارفين أبوها لبناني وهي إحنا عايشين في لبنان، فكله بتحكي هيك وبتعرفي كيف وبدنا وبدنا. فجت فلقت اللكنة مختلفة، فصارت تستغرب إنه إيش قاعدين يقولوا. فشوي شوي بتتعود يعني شوي شوي. طب الآن إيش تحكي نورة؟ لبناني موستلي انجلش، يعني اتكلم اكثر شيء انجليزي ولبناني ومصري لان امي عايشه ويانا. ففجاه تتحول، يعني عندها التحويله الغريبه اللي امها معروفه فيها اللي هي تحويله اللكنات، فتتكلم شوي بعد مصري. فيلا يومين بس تنطلق تنطلق بالسعودي ان شاء الله. لازم ان شاء الله. طب طبعا احنا نعرف انك غنيتي بجميع الالوان، خليجي عربي مصري. نعم. ايش اللون اللي حسيت انه قريب لقلبك اكثر؟ والله كلهم، هو اكيد اكيد الخليجي واللون اليمني اكثر شيء، يعني لانه هذا الاصل حقنا وهذا اللي في دمنا وهذا، فهو اكثر شيء قريب مني. وانا احب اللون المصري، بس مش اي لون مصري انا اغني. طبعا احب كل الالوان الغنائيه، بس احب دائما اللون اللي فيه دراما شويه او فيه حزن، قريب جدا لقلبي، فعشان كذا اغني. تحبي الحزن يا ابو؟ ما حد يحب الحزن، بس لا شك انه كل واحد جواته حزن داخلي، لا شك، ما حد مبسوط 100%. ففي بعض الالحان وفي بعض الكلمات تنقل لك هذا الإحساس وتعبر فيه ولما تكون أنت حاستهم توصليها بشكل كبير. طيب حابين نسمع منك أغنية عدنية. أغنية عدنية في ممكن شيء نسويها مكس مع ست الحبايب. لا لا صعبة صعبة مكس مع ست الحبايب. أغنية عدنية، يلا خلينا نفكر. أي وعندك أنت واحدة حلوة أنا شايفتك حطتيها، عذبتنا. أبشري يلا. غالي والطلب الخير. حبيب. ومن جديد رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مستمرين مع الفنانة أروى. أروى شخبارك؟ عبدا حميدا بعد إيش محضرة والله، الله يستر علينا منك بس. لا ولا شيء، سوليف سوليف اليوم. طيبة طيبة والله من جد. اللبناني يقولوا هنية. طيب أروى إيش آخر أعمالك في الأغاني؟ شوفي أنا يمكن الفترة فاتت شوية مقصرة من موضوع الأغاني، يمكن كان عندي ألبوم كان فيه مميز مجموعة من الأغاني، وبعدين صار عندي سينجلز. عملت أولا ساك مصرية، عملت لحقولي أغنية عراقية. الحين فجأة كذا عارفة لما يجيكي كذا هاجس أنه لازم ترجع وترجع بقوة، وخاصة من جلس ينطلب مني بشكل كبير الفترة المؤخرة أنه أروى لازم ترجعي تعملي أغاني كثيرة وراء بعض، ولازم ترجعي الحفلات، لأنه أنا كمان مقصرة بالحفلات داخل الخليج. فجالسة أحضر شيء مرة حلو، مجموعة سناقل وراء بعض راح تكون ألوان غنائية مختلفة، في شيء عن اليمن كمان جالسين نحضر له، شيء كذا أغنية حلوة كذا لطيفة عن الاغتراب والأماكن الحلوة في حضرموت في اليمن. فإن شاء الله كمان نقدر نسويها مع مجموعة من الأغاني الخليجية والعراقية الآخرة. طب إيش أقرب عمل يعني؟ يعني أقرب عمل السنجل. أي أيوة ممكن في خلال شهرين ماكسيموم يكون في شيء عمل نازل جديد. العيد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب هذا بالنسبة للألبومات. طب ايش اكثر عمل حب يعني قريب لقلبك جدا؟ طبعا كل مغنية نزلت اغاني كثيرة، في اغنية يقول لك كلهم عيالي. ايش الاغنية اللي دخلت قلبك من جد؟
شوفي مثل ما قلت لك, وهي على فكرة أنا دائما كنت افتكرها إجابة كليشية أو إجابة أنه مضطر كل واحد يقولها, أنه كل يعني ما بتغني أغنية إلا أنت فعلا حابتها. بس الأغاني اللي أنا يمكن غنيتها وكنت صاحبة موقف فيها وكنت حابة أغنيها سعودي أنا. سعودي؟ سعودي أنا, أغنية سعودي أنا. سعودي أنا وش تبين, أنه القصة أنه واحد تقول له أنت من أهل الرياض وتوصف أهل الرياض, تقول أنت من أهل الحجاز وهذا, وتوصف وهو رافض يقولها أنا من أي منطقة, يقولها أنا بس سعودي. يعني رافض يقولها أنا من هالمنطقة. فهذه يمكن من أكثر القصص اللي أنا حبيت أغنيها من حبي للسعودية ومن حبي لأهل السعودية. طبعا غنينا منها. إيه غني منها. إيه شفته وجنني عليه والقل ما بيني أبي, من شافني أسأل عليه قال لي سعودي وش تبين. شفته وجنني عليه وبكل لما فيني أبي, من شافني أسأل عليه قال لي سعودي وش تبين. الله عليك يا أروى. الله صراحة صوتك صوتك حنون جدا. أنا أول مرة أكتشف أنك تلتهينك جالسة معاي. طبعا أسمع أغانيك بس أنا أول مرة أشوف كذا في حنان. أي خاصة على الإذاعة وهذا تحسي شوي تحسي. طيب مستمعينا نسمع أغنية أروى يا مميز, راجعين لكم من جديد. نسمع من جديد. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا, رجعنا لكم. طبعا اللي حاب يتواصل مع الفنانة أروى على رقمنا 011-268-4488 وناخذ أول اتصال. نقول ألو مرحبا. أيه السلام عليكم. وعليكم السلام, حياك الله. الله عزيز. مين معانا؟ مطنوخ. قولي لأروى. مين؟ مطنوخ. تعرفني يا أروى؟ هلا والله. هلا والله. الله يبقيك, كيف الحال؟ طيبين؟ كيفك إن شاء الله؟ تمام. الله يسلمك, نورت الرياض والله. تسلم, نور بأهلها. تسلم. الله يسلمك ويبارك فيك. من وين تكلمنا؟ من مكة ولا من جدة ولا من الرياض ولا؟ حاليا لا, في جدة. في جدة. سلمني على أهل جدة. أيه. كلهم اشتقنا لهم. طب إيش حاب تقول يا مطلوب؟ الله يسلم. أبد والله, هذا اللي بقول, نورتي الرياض, نورت المملكة كلها. بقول لك انت يا ساره, ترى يجيب الاروى عندنا في السعوديه, يجيبها شيء, يجيب حب السعوديه واهلها. اكيد اكيد اكيد, أكيد. ويجيب حب البلد. اكيد لما تخبر الناس اللي دائما متابعيني من بداياتي, من اللي دائما من اصدقائي على السوشيال ميديا, وهو اللي دائما لما اروح اعتمر او هذا, هو اللي دائما يجيب لي مويه زمزم ويجيبها لعندي. فده عشان ياخذ الثواب, مو بس عشان نشوف بعض, عشان ياخذ الثواب. تسلم مطنوخ. لحظه مطنوخ, ما هنيتها بيوم الام لسه. فنزاتي والله فنزاتي ما يحسون. ما أنا نيم الإذاعة نهائيا. ما أدري إيش موضوعكم, إيش تتكلمون, ما أدري. ما نيم الإذاعة. أمي شكرا لك مطنوخ. اتصلت بس. شكرا لك مطنوخ على مشاركتك, حياك الله. الله يوفقكم. هلا والله. تسلم. هلا. ناخذ اتصال ثاني نقول له حياك الله. الله يبقيك ويسلمك يا سارة. حياك الله. يا مين معنا؟ خالد. خالد المالكي. حياك الله يا خالد, ايش حاب تقول يا خالد؟ والله توما نور الزين اروى. هلا وغلا. هلا وغلا حبايبي, انت والله موت عليكم. ما عندكم فكره يعني من اسعد اللقاءات, لانه من الرياض من جد, يعني من اسعد شيء, رغم انه كثير طلعت على ام بي سي في ام, بس انه قاعد جالس استقبل اتصالاتكم وانا بالرياض, فهذا شيء مره يسعدني. صادق يا اروى, انت كيف حالك؟ انتوا عارفين محبتكم اكيد وغلاوتكم عندي. الله يسلمك يا أروى, وش أخبارك؟ أنا بخير, دام أنتوا بخير. وأنت ما تنورين جدة, يعني ما له نصيب الرياض زي الرياض مثلا. تو كنت بجدة, يلا وجاية قريب بإذن الله, ما لي غنى أنا عن جدة كمان. طيب يا أستاذ أروى, بالنسبة أنا ودي أسألك, في أغاني حضرمية. نعم. زي منك يا عسل دوعان وسبحان وقدر عليه. منك يا منك عسل دوعان, منك يا عسل دوعان, قوت السنين وخلوني على صبري, خلوني على جمري, خلوني على صبري, خلوني على قمري. أنا صابر سنين منك, منك يا عسل دوعان,
منك هذه حضرميه عسل. ايوه هذه حضرميه صح يا ارو. وديتنا على البلاد. نعم اكيد. ايوه انت دائما اشوف دائما حتى في برنامجك اللي تسوينه في ام بي سي مصر. نعم دائما حتى والله اخر بكيه بكيتيه في اغنيه غناها ملحم زين. نعم. اثرت فيني. نعم اكيد اثرت فيكي كثير يعني. حب ما شاء الله حب حضر موت في القلب ما يروح معانا وين. يا الله الله. عموما انا احب اهنيكي بعيد الام يا اروى. يخليك يا رب. الف شكر. وكل عام انت بخير. وانت بخير. تسلمني. الف شكر. وان شاء الله نلتقي في اعوام اكثر حلاوه في اذاعه البي سي اف ام. نلتقي في الرياض. جده ان شاء الله ان شاء الله. بس خلوها عندنا. وش فيكم عليها؟ خلوها عندنا في الرياض. لا تاخذين الحلقه كلها يا ساره. يا حياتي الله يخليك. طيب شكرا لك على مشاركتك. حياك الله. الله يسعدك. مع السلامه. محبتكم. هلا والله. امين وياك. مع السلامه. يسلم لك. ما شاء الله وش الحب يا روى. اموت عليهم والله. احبهم. هم على فكره اقول لك شيء. الحب لو هم ما يحسوه مني ما يتبع يعني. اكيد لازم يوصلهم عشان يبادلوني نفس الحب. اكيد. طب معنا اتصال ثاني بناخذه. يلا. الو مرحبا. الو حياك الله. مين معنا؟ عيوش معك. ما اسمع. عيوش كمان من هنزات. ما شاء الله ماسكين الخط من اول لقاء. اكيد والله. احتكار الجيش الراوي. والله أروى تستاهل والله. حياتي عيوش كيفك؟ الحمد لله. شخبارك انت؟ يلا متى بشوفك؟ ان شاء الله يومين نسق موعد ما هي ضابطة. طب ايش حابة تقولين لها في هذا اليوم؟ اقول لها انك اجمل ام حبيبتي. والله يخلي لك نور ان شاء الله حبيبتي. وخلي لك امك يا حبيبة قلبي. يا رب يخلي لك الوالدة بعد ويخلي لكم اهلكم يا رب. امين حبيبتي. ان شاء الله نشوفك امي بعد حبيبتي ان شاء الله. شكرا لك عيوش. حبكم. الله يحبك. حياة. أنا أحبك. طبعا مستمرين مستمعينا اللي حاب يشوف أروى يتواصل معها على رقمنا 011-268-4488 واللي حاب يشوفها لايف يدخل على حساب انستغرام الإذاعة @mbcfm. أروى نروح نسمع أروى اللي حكالي راجع لكم من جديد. من جديد أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. اسمع مستمعينا. أروى تحب الميوزك ما حتى ارتاح غير لما انتحر صح. لا هي والله عشان بس الناس ما تفهمنا غلط. الميوزك رائعة بس أيوة. هي تكرارها كثير يوتر. أوكي أنا على بالي ترى يا جماعة أنا هي مبتسمت لي أنا حسب. لا أنا جلسة أنهار من جوا. طيب نرجع لأجوائنا. لحكولي 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 ولا لحكولي لحكولي. قبض قلبي بدا يدق بوجع نبضي. ما عاد أقدر أتحمل من اللي يجي لي حبي. الله أنا معايا نورة الحين دخلت إنه ملت من برا فدخلت عندنا شوية. قدرت تقولي لهم هاي قولي لهم كيف أخباركم قولي لهم باللبناني أو how are you. قولي لهم هاي. أنت you love mommy ولا لا؟ قولي لهم you love mommy. Yes. You love mommy how much? Big as the world. طيب مامي تزعلك ساعات؟ أيوه صح. بس مامي لما تزعلك still love her. قولي لهم happy mother's day. يا جماعة ترى قاعد أعيش يوم الأم هنا قاعد أعيش حرفيا. يبغالك تقوم تجيبي لي هدية بس هذا اللي قولي لهم happy mother's day على كل الأمهات الموجودين. قولي لهم كل عام وأنتم بخير. happy mother's day. يلا happy mother's day. thank you. يلا go. thank you. اي طيب نرجع نسال عن لحكولي اغنيه عراقيه. طبعا احنا سويتها مؤخرا وانا بحيي كل مستمعينا اللي يحبوا الاغاني العراقيه ومستمعينا كمان من العراق.
لأنه أنا الأغنية العراقية أغنية غالية على قلبي وأغنية ما شاء الله it's booming ومكسر الدنيا الفترة اللي فاتت. وبحيي كل فانزاتي اللي عندي على السوشيال ميديا كمان أروى أونلاين كلهم من العراق وإن شاء الله اللون كمان راح أرجع عيده مرة ثانية سارة لأنه من الألوان المحببة لي كثير. فعلا أنا صراحة أحب العراقي وحبيتها منك والله يا روح. يا حبيبي طبعا هي مجاملة صدق. لا أنت مغرومة في العراقي قلت لي أول ما دخلت ما شاء الله. أنا كل أغاني عراقية. طبعا مستمعين المستمرين اللي حاب يتواصل مع أروى على رقمنا 011-26-844 حبيبي تصل يطلبها توقف الموسيقى شوية. ناخذ اتصال معنا نقول له ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. الله يبقيك. معك عناد الجوهني من ينبع البحر. حياك الله. ايش حاب تقول أروى؟ أهلا وسهلا. والله حب أنا نورت الرياض وإن شاء الله لك زيارة في ينبع. يا بالعكس ينبع وأهل ينبع تحية لهم كبيرة والرياض منورة بالموجودين فيها بأهلها. ألف شكر ومشكور على اتصالك يا غالي. حياك الله. حياك. تسلم تسلم. ألو مرحبا. ألو ألو يبدو لي إن الاتصال طاح. أي يمكن خابه يعني الأغنية. الأغنية سبب. لو عملت ميوت للأغنية شوية من باب يا جماعة والله حياته مستعصب. وش فيهم الناس من باب إراحة وخلص كلهم يعني طفشوا أكيد هذه موجودة على الويتنج الأغنية. ألو ألو مساء الخير. مساء النور. حياك الله. من معانا؟ عبد المجيد عبد الله من الرياض. حياك الله عبد المجيد. عبد المجيد إيش حاب تقول أروى؟ أول شيء أقولها مساء الخير وإبداع دائما. صوتها أغانيها إبداع وصوتها على الإذاعة وحضورها دائما إبداع. أنا بس بسألها سؤال. سم تفضل. أهلا وسهلا فيك. أول شيء الله يعافيك أشكرك. أنتي أنا أحس صوتك مزج يعني بين صوتين بين خامتين من الصوت. فيكي من ذكرى وفيكي طبعا من نوال الكويتية مع احترامي لهم اثنينهم. أنتي توافقين الرأي أو لا؟ اتشرف. وانا ما اقدر يعني هذا ممكن يكون رايك. انا ما اقدر صراحه اقول انه نعم انا عارف هذا هو أروى تعرف صوتها تعرف خامتها انت تشوف انه هذا الشيء في منه. وشوف هو انت الاثنين اللي شبهت صوتي فيهم الاثنين كبار يعني سواء نوال الكويتية الفنانه نوال الكويتية او الله يرحمها الفنانه ذكرى. نوال الكويتية عندها الحنان بالصوت يمكن هذا اللي وصل لك اكثر انه انا اميل لنوال الكويتية. والفنانه ذكرى عندها القوه في اللعب كمان بالصوت وهذا. فممكن اي ممكن يكون في جزء من رايك مضبوط اكيد. طيب بعيدا عن الحساسيات الفنان الافضل حاليا والله شكلك مذيع عبد المجيد. قال عبد المجيد عبد الله انا اقول لك لا مذيع ولا مطرب لكن والله انا من الناس اللي في اغاني لك يعني عالقه بذهني ودائما كنت اقول انت مزيج بين ذكرى بين المرحومه ذكرى ونوال فبس حبيت اسالك حاليا نوال الافضل على الساحه. شوف اكيد نوال من الافضل بس ما نقدر كمان ننكر وجود ام فهد او الفنانه احلام. هم من الافضل هم الفضليات على الساحة. ربي يسعدك ما ابي اخذ وقت غير. الله يعطيك العافيه وابي بدر ديز. السلام عليكم. شكرا لك. الين اليوم الين اليوم وانا عندي امل فيهم ولا مريوم ولا مريوم وإلا في تحريهم ولو طال انتظاري سنين وسنين وسنين أكيد في يوم ألاقيهم أكيد في يوم ألاقيهم. هذه تحية لك. أيوة دويت مع سارة. بالله كملي بالله. لا والله لا والله. إيه اليوم. طبعا مستمعينا أروى تحب أنا قفلت الأغنية حقت الباك جراوند مش أريح قسما بالله أريح. يلا كذا عشان ترتاحي نفسيا ها نعليها شوي. لا يا كذا حنروح أغنيتك جديدك حنسمعها وراجعين لهم من جديد. من جديد رجعنا لكم مستمعينا في برنامج حياكم. طبعا معنا المراسل سامي بنقول له حياك الله سامي. سهلا سهلا سارة ومستمعينك وعيد أم إن شاء الله المميز على كل الأمهات إن شاء الله يا رب. الله يخليك. تسلم يا سامي. طبعا احنا اليوم سارة متواجدين طبعا في أحد فروع ساكو اللي بيحتفظ طبعا اللي هو خلينا نقول 33 عاما وأيضا عندهم عروض 33% خصومات على الأشياء الموجودة في الكتالوج
اللي طبعا حاب انه يشارك معاهم برضو الفرحه هذه دور الفروع. احنا الان طبعا موجودين في اللي هو شارع الامير سلطان تحديدا فايا مول شارع ساكو. اللي حاب انه يتواجد معنا خلال برضو تغطيتنا عبر اللي في اف ام يتواجد معنا حناخذ معنا واحد من الضيوف صراحه اخترناه كثير معنا وتعرفنا عليه اسمه محمود زاوي. حياك الله محمود. خلينا نقول لك طيب استاذ محمود بما نعرف بس بالنسبه لمتى تاسست ساكو او متى تاسست مجموعه ساكو هذيك الخيارات عشان اسهل لك يا اوكي. اوكي 1985 1984 1985 يلا ها 1985 يا سلام عليك. طيب انا من اول قلت لك 85 84 85 الف مبروك. عموما فاز معنا بوشر طبعا بقيمه 233 ريال نقول لك الف الف مبروك. شكرا مقدم من ساكو وان شاء الله بسلامة الهنا ان شاء الله يا رب يا سيدي مبروك وهذا برضه مناسب العدل. شكرا الله يعطيك الف عافيه. ترى طبعا احنا حناخذ معاك فاصل كمان ثاني ان شاء الله وحناخذ معنا برضه اثنين مشتركين من اللي حيكونوا معنا ان شاء الله حيكون برضه فوتشرات بقيمه 666 وايضا عندنا برضه فوتشر ثاني حيكون بقيمه 999 ريال مقدمه من ساكو بمناسبه اللي هو العروض الخاصه ب 33%. شكرا لك ساره ان شاء الله وبرساله ثانيه. شكرا لك سامي وبانتظارك حياك الله. يا هلا وسهلا. هلا والله. طبعا مستمعينا مستمرين مع الفنانة أروى. اللي حاب يكلمها على 011-268-4488 واللي حاب يشوفنا يدخل لايف على حساب الانستغرام حساب الإذاعة @mbcfm. أروى هلا والله. وينك أروى؟ موجودة. وينك أنت؟ كذا اختفيتي. أروى في كثير عادي عادي تليفوني طاهر. لايف في كثير ناس يسألوني هل لك عودة قريبة في تقديم البرامج أو لا؟ أكيد يمكن هما قصدهم أكثر أنه يكون على شاشة الام بي سي يعني هما هذا قصدهم أكثر على اللايف لأنه أنا موجود الحين على برنامج تحت السيطرة في قناة الجديدة اللبنانية وقناة النهار المصرية بس أكيد يعني دائما وارد أنه دائما نعمل أفكار جديدة ونطلب على مختلف المحطات يعني إحنا دائما لما يكون في برنامج مميز لقناة معينة دائما على طول منقدمه فما تدري ممكن جدا نحضر شيء أو يكون في فكرة حلوة وتكون على ام بي سي أو على قناة ثانية يعني. ان شاء الله يا رب نشوفك قريبا لان احنا صرنا زميلات وحركات ما في اكيد فالمتصلين كلهم عليك ما شاء الله تبارك الله حياك تسلمين. طبعا مستمعينا مستمرين معاكم اللي حاب يكلم اروى ويسالها اسئله 011-268 عيد الرقم 011-268-4488 جديد مستمعين رجعنا لكم ومن أجواء أروى إلى سامي. حياك الله سامي. يا هلا وسهلا سارة مرة ثانية طبعا رجعنا معهم بعد الفاصل من ساكو تحديدا في اللي هو شارع الأمير سلطان من آيا مول. طبعا عندنا ضيفين برضو أخذنا معنا واحدة من الأخوات ومعنا برضو واحد من الأخوان. خلينا ناخذ أول شيء الأستاذ معنا عرفنا اسمك علي الجحطان. الأستاذ علي الجحطان الاسم رينات سالم. طيب أنا حسأل سؤال دحين أسألك رينات. خلينا نبدأ من رينات. لنادى بالنسبة للجواب في السؤال ده وفزت معانا هتاخذ قسم شرايين ب 666 ريال خلاص. السؤال كم عدد فروع ساكو في المملكة؟ اديني تقريبا عشان انا اديك ممكن خيارات. هم محتفلين ب 33 محتفلين ب 33 فرع ها يلا اثنين ايش هم 33 اثنين اجابتك صحيحه 32 الف مبروك طبعا
بوتشر بقيمة 666. نقول لك ألف مبروك ريناد، إن شاء الله تريبها مشتريات العافية إن شاء الله يا رب. خلينا نشوف سيد عدي كيف حالك أول شيء؟ الله يسلمك الحمد لله. ايش شايف المكان هنا؟ شايف في اشياء معلقه صح ولا لا؟ عروضات و ايش مكتوب فوق؟ قال واحده منها مناسبه 33 عام على. طيب ايش شعار الحمله او ايش شعار اليوم اللي عاملينه هنا تاكو؟ المنتجات المذكوره مناسبه تخفيضات 33% على هذا شعار يعني؟ ايش شايف؟ عروض وفروض الفرص الاخيره يعني برضه اللي هو خصم 33%. اوكي برضه اجابتك صحيحه ونقول لك الف مبروك استاذ علي، فزت معنا برضه بوتشر بقيمه 999 ريال. تفضل نقول لك الف الف مبروك. طيب بالنسبه ايش حاب تقول لساكو؟ الله يعطيكم العافيه على منتجاتكم الجميله خصوصا في الاجهزه الكهربائيه، ومن افضل صراحه المنتجات اللي تقدمها لنا صراحه. انت متواجد هنا دائما بتيجي من فتره لفتره؟ فتره بطل لازم ازور ساكو. يعطيك ألف عافية وألف ألف مبروك. الله يبارك. شكرا لك. شكرا لك. طبعا سارة الفائزين اللي كانوا معنا موجودين ثلاثة، ربونا الأول ب 333 666 وأيضا 999. هذه ضمن عروض تاكو اللي هو مقدمة خصم طبعا 33% بمناسبة 33 عام على تأسيس تاكو. إحنا موجودين زي ما قلت لك في اللي هو الآية مو تحديدا بشارع أمير سلطان. شكرا لك سارة، إن شاء الله في رسائل أخرى راح نكون معاك إن شاء الله في وقت آخر. شكرا لك سارة. شكرا لك سامي، حياك الله. هلا والله. يا هلا وسهلا. هلا والله. طبعا مستمعينا مستمرين معاكم، اللي حاب يكلم أروى على 011-268-4488 ناخذ أول اتصال نقول له ألو مرحبا. ألو يبدو لي الاتصال راح. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الله يحييك، أخباركم طيبين؟ بخير الله يسلمك. مين معانا؟ معكم حمد العتيبي، حبيت أمسي على الفنان عروة. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. عروة تقول أنا أحب السعودية، إحنا مو فاليد، مو شعب حكومة يحبون اليمن. يبدو لي أن جوالك يدق. ألو. ألو. الصوت عندك ضعيف. لا الصوت عنده. ايش الصوت؟ الو الو. نعم نسمع. ناخذ اتصال ثاني نقول الو. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. معك بندر من الرياض، بس حبيت اسلم عليكم وبخصوص عيد الام جميع الامهات خير وصحه وعافيه يا رب. اهلا وسهلا فيك. ابغى اكلم اروى الله يسعدك. طيب بس اهلا وياك اروى، احنا من اليمن من محبينك. معك بندر من اليمن الله يسعدك. اهلا وسهلا. حبينا نسلم عليك وكل عام وانت بخير ان شاء الله. وانتم بخير يا رب، وكل اهلي في اليمن بخير، وكل المقيمين هنا كمان بخير يا رب. وشكرا على اتصالك، الف شكر. الله يحفظك. الله. ولو تحبين تسمعينا بس اغنيه اي شيء لابو بكر سالم ان شاء الله. عيوني. الله يحفظك، تسلمي والله. تسلم. يا رب. وش قصتك ساره مدخل الدنيا بعضها؟ الو الو مرحبا. الو الو حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. معكم ابو حمد من الطائف. حياك الله. الله يحييك. ممكن اكلمه الفنان عروة؟ اي تفضل، حياك. يا هلا يا اهلا وسهلا. كيف حالك يا اخت عروة؟ كيف الجو عندكم بالطائف الحين؟ يقولي لي رائع. الجو حالي مره حلو ان شاء الله، حالي بوجودكم. اياكم. انا من الحديد، ابغى منكم طلب بس اغنيه هاميه وهديها لكل ام وكل شكرا شكرا لاتصالك. اكيد اغنيه ايش معلش؟ اي اغنيه لون تهامي. حاضر. الفنانه تهامي. ان شاء الله ان شاء الله اكيد.
يلا ماشي. شكرا شكرا الله يوفقكم ألف شكر. شكرا لك. أروى طلبوا منك أغنية أبو بكر. يلا نغني لهم شيء الحين. هنزل ميوزك يلا عشان ترتاحين. يلا الحين اللي جاء على بالي على طول هذه. وعاد كله صغير، عاد كله صغير، بدري عليك الهوى ذا جرح ما له دواء، يهز قلب الكبير وش عاد قلبك. يهز قلب الكبير وش عاد قلبك. الجمال المثير يا سارة، الجمال المثير ما هو مقاييس، لا لأهل المحبة ولا حتى يحرك ضميره. يا زين فهمك حتى يحرك ضمير، يا زين فهمك. الله عاد والله أنا أحس إن لو أقولك بتحسيني جامدك صدق أحب الأغنية. إنك صدق ما كنت شيء كنت أحب الأغنية. أوكي حلو. طيب ناخذ معنا متصل. يلا نتفضل. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. مين معنا؟ نايف معك. مين معانا؟ نايف معك. نايف ايش حاب تقول للفنانة أروى؟ والله سلم عليك وعليها وأبد كل سنة وهي طيبة إن شاء الله. وغير كذا إنه نبغى نشوفها في برنامج زي الأخير هذا، خليها علينا أو أتوقع إن مكانها المناسب. هلا هلا نايف، كيف أخبارك؟ أشكرك على الاتصال وإن شاء الله قريبا تشوفوني برامج وأفكار ترضيكم. لا تستاهلين والله تستاهلين، بس نبي نشوفك في رمضان في برنامج نفس اللي هو ذا خليه علينا. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نحضر لكم شيء حلو مرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أسلم. شكرا لك نايف. هلا هلا. نأخذ اتصال ثاني نقول ألو. وعليكم السلام حياك الله. من معنا؟ شربتي أم الاتصال. معلش عذرنا عذرنا. أروى كذا معنا ومخمو. والله العظيم لكن أنا أبي أحبك أكلم أروى تحت الهواء في يعني موضوع يخص الفن إن شاء الله. إذا ما عليك أمر يعني. أكيد أكيد إذا بتخلي لهم الرقم وهذا بالعكس أتشرف. أتمنى أتمنى أنا لأن هذه فرصة ونحب نستغلها. أي بالعكس إن شاء الله. أتشرف إن شاء الله ليش لا. إن شاء الله يعطيك العافية. تسلم. شكرا لك. هلا ناخذ اتصال ثالث. يلا الو مرحبا. حياك الله. مين معنا؟ معك محمد من جدة. حياك الله يا محمد. بس ابغى الفنانة اسمع الفنانة اروى اللي عندك صح؟ اهلا وسهلا يا هلا. اي وياك اروى. والله نتشرف فيكم جميعا. بس ابغى اغنية بس ما مثل الصبية يعني. ما ايش الاغنية؟ ما سمعتك. هي اللي غنت فيها مثل الصبية. مثل بلد الصبية ما ادري ايش هي اي الاغنية حقها. ما اتذكر اي واحدة مثل الصبية. صبية صبية بنات صبية النكش اليماني وما ادري هي غنت كذا. طيب الحين يمكن ظبية اليمن تقول يمكن. لا لا النكش اليماني قولي لك اذا النكش اليماني هي تعرف. طيب انا وياك اروم انا الجسم. هي اروم. أنا وياك أروى. أي واحدة النكش اليماني أي واحدة؟ والله ما أدري اللي اسمك ما مثل الصبية ما أدري ما مثل الصبية هي كذا ما أدري الأغنية نسيتها والله. طيب أنا أتذكر إذا ذكرتها أقولها لك. حاضر عيوني. يلا تسلم. يلا 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 في أمان الله. شكرا لك. شكرا لك حياك الله. يلا في أمان الله. هلا والله النكش اليماني ذكر يا روش. والله جالسة فك ما في غير ربيع اليمن فيها شوية شيء هذا. ممكن اللي غنيهم كمان سر حبي أكيد تحبينها. ما تقولي عشان بس ما تقوليها بعد. أنا غنيها بالله بالله. أنت تبيني أخسرهم أنت. سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف، إيش اللي خلاني أعشق فيك والعشق تلاف، إيش أوقعني فشباكك وأنا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا صرت وتركت المكلالك إذا ما فيك معروف.
الله حبيبتي الله يا رب. ما غنيت انا انتظرتك في الكليه. كنت بدخل بس ما اعطيتيني مجال. طيب مستني انت تغارين مني انا ما خليتيني اغني. والله من جد يعني انا كنت ترى بيصدق والله بكره بيكتب اروى تغار من ساره عارفه وما تخليها تغني. انا كنت انطلق مواهبي هنا كنت اغني انطلقي يا اختي والله ما حد كل الناس صارت تغني عادي. طيب اروى ايش رايك نسمع اغنيتك كمان ريشه ورجعي لهم من جديد. يلا واللي حاب يتواصل 011-268-4488. زمن سهرتي وتعم غني الفعيلة. طبعا أرى اليوم مرتفع ضغطة يا جماعة. أنا من هنا على الطوارئ بسبب سارة وموسيقى ست الحبايب. طيب طب أرى ننتقل شوي لل أنا أبغى أنتقل بس طفي لي هالباك جراوند وأنا أنتقل. طيب قولي تفضل يلا. أوكي ها وياك يلا ننتقل أغنية أنا سعودي إيش قصتها؟ سعودي والله والنعم ما لها قصة معينة. سعودي أنا جربت أنه أنا أسوي شيء يبعد عن الأغاني الوطنية وتكون شيء عاطفي وعبر شوي عن حبي للسعودية وأهلها وهذا. فسوينا أغنية سعودي أنا وصورناها ونزلت وأنا من الشغلات اللي جدا معتزة فيها صراحة. يعني هي تنقل أنه وأنا هذا الشيء لمسته أنه دائما أوكي يعني دائما في حد يقولك أنا من الرياض أنا من جدة وهذا بس في الآخر لما يطلع برا السعودية يقولك أنا سعودي. يعني ما تروحي مثلا برا تلاقي واحد يقولك انا جداوي او انا من جده ولا انا من الطايف ولا بس وهو هنا بس يعني واحنا نتكلم يقولك والله من وين سألي تقول انا فلاني بس يطلع لين يقولك انا سعودي يفتخر بكلمه انا سعودي مش بس منطقته او مدينته. فهذا الشيء لفت نظري وكتبنا عليها يعني ووجه تحية طبعا للفنان يحيى عمر هو اللي لحنها والمجموعه القائمين عليها يعني اللي سووها. صراحة أغنية مرة جميلة صراحة تسمعونها مستمعين يعني لا تستعجلون تستمعون. طيب إيش إحساسك كده إيش إحساسك كنت حواليك مليون جهاز وجالسة تكبس يمين وشمال. والله أنا أحس إني خطبوط صراحة بس حلوة الشغل. والله أنا أحس إني خطبوط بس لكن الشغل إذاعة ممتع وجميل. نعم. أروى أنا جدا أنا أتكلم عن نفسي أنا جدا سعيدة أني أنا كانت أمنية حياتي إنك تضيفيني في آخر من يعلم حبيبتي. فطلع الآيات الزمن دار صرت أنا اللي استضفتك في برنامجي. أنا سعيدة جدا 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 بحضورك حبيبتي سعيدة وإن شاء الله كمان الأيام المقبلة كمان لقيك كذا مذيعة مكسرة الدنيا إن شاء الله. ونستضيفك كمان مرة ثانية على التلفزيون نستضيفك ليش لا مش لضروري آخر من يعلم غير برنامجي. لا أنا كان نفسي أجيب صديقاتي هناك. طب إيش حابة تقوليني أروى؟ أول شيء أنت أرجع أكرر مرة ثانية ما تصدقي كمية ساعاتي أنه أنا اليوم في MBC FM الرياض وأنا دائما وجودي في الرياض وفي السعودية يسعدني جدا. وأوجه تحية لكل اللي جالسين يسمعوني لأنه دائما أنا أقول أنه السعودية صاحبة فضل وخير على أروى وفي انطلاقتها وفي دعمها سواء أروى اللي تغني أو أروى اللي مقدمة البرنامج. قناة MBC دعمتني كثير في بداياتي وهي اللي حطت رجلي بقوة في مجال التقديم. أوجه لهم كلهم تحية. أستاذ زياد حمزي اللي دائما بيدعمنا من بداياتنا. داني صيرفي في MBC لبنان. كل القائمين على مجموعة MBC وجههم كل التحية. والأمهات فيهم أقول لهم كل عام وأنتم بخير. وأوعد كل اللي جالسين يسألوني دائما أروى وينك من الغنى الحين وكذا وصار لك فترة أوعدهم بأعمال جدا قريبة إن شاء الله وأنا راح أسميها الكمباك لأروى أو العودة مرة ثانية إن شاء الله وإن شاء الله تكون عودة بقوة بإذن الله على يدي وعلى يدي. الله يستر. فإن شاء الله هذا اللي أوعدهم فيه ومزيد أكيد من البرامج مع الغنى بإذن الله إن شاء الله بانتظار جديدك طبعا أكيد إن شاء الله. طيب آخر شيء آخر كوبليه لا خلاص راح أمشي أكيد لا. طيب مستمعينا وطيري شوي هذا زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي انام وتسهري وتنام تفكري وتصحي من الأذان وتباتي تفكري يا ربي خليكي يا أمي ست الحبايب يا حبيب حبيبة. أوجه تحية لكل أم والأمي. ليش حتبكي؟ لا والله أوكي
واقول لكم كل عام وانتم بخير. طبعا احنا نقول بعد كل عام وانتم بخير. انا دائما اكبس لك الكبسه اخرب لك الدنيا كلها. يلا فدا فدا والله المكسر والمايك كل شيء فدا والله. الله الله حلوه قويه. طيب مستمعينا برنامجنا في حياكم انتهى، كنت معاكم من خلف المايك والإعداد والتنفيذ سارة الخناني، ولقانا يتجدد إن شاء الله يوم الأحد من 6 إلى 8. ويكند سعيد في أمان الكريم. أحبكم، مع السلامة.